الأسطورة محمد حسنين هيكل، ودلوقتي معانا على التليفون الكاتب الكبير يوسف القعيد. مساء الخير على حضرتك، ويمكن بنتكلم عن 100 سنة حضور بلا غياب لأسطورة هيكل، وبرأيك أهم الأساليب وأهم الأدوات اللي امتلكها الأستاذ ليصبح اليوم هو أستاذ عالم الصحافة المصرية والعربية في القرن العشرين. أولاً بشكركم جدا وأحييكم على الاهتمام بهذه المناسبة. بشكر القناة الأولى في التلفزيون المصري العريق والعظيم لاهتمامه بمناسبة مرور قرن على ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، لأنه قامة صحفية مهمة جدا تستحق هذا الاهتمام وتستحق هذا التوقف. وغدا في احتفال أسرته أقامته بهذه المناسبة، لكن هيكل يعتبر أحد مؤسسي الصحافة المصرية والعربية وربما العالم الثالث في القرن العشرين كله. صحيح. ولعب دورا مهما جدا جدا في بناء الوعي والوجدان في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، وأنا أجريت معه حوارا مطولا نشر في كتاب ضخم عنوانه محمد حسنين هيكل يتذكر عبد الناصر والمثقفون والثقافة. نشرت فيه ما سمح بنشره مما قاله لي في جلسات طويلة ممتدة بلا نهاية. يعني أستاذ يوسف، كنت بسأل عن حضرتك عن يعني أهم الأدوات اللي امتلكها الأستاذ النهاردة. لما نتكلم عن تلاميذ للأستاذ، بالتأكيد الناس عايزة تسمع وتعرف ازاي بقى عندنا اسطوره زي هيكل. لو صحفي صغير بيتفرج علينا وبنتكلم عن اسطوره زي هيكل، ايه الادوات اللي امتلكها والاسلوب المتفرد اللي بكل تاكيد، يعني حتى لما كنا نقرا مقال صحفي ليه في الاهرام، انت حاسس ان انت بتشوف مذكرات للي بيحصل في تغطيه الحرب او في لقاء مع احد المسؤولين. بصي، الاستاذ هيكل كان صحفيا حتى أطراف أصابعه. كنت أذهب إليه أجد الصحافة المصرية والعربية، لم يكن الإنترنت قد شغل الدنيا بهذه الطريقة، والصحافة الإنجليزية والصحافة الفرنسية، وكان يقرأ بنفسه ولا يقرأ ملخصات يعدها له أحد على الإطلاق. وكان يقرأ بنفسه ويدون ملاحظات مما يقرأه بعناية بخط يده، وكان خطه جميل جدا وصغير جدا. أنا يا أستاذ يوسف عايز أتوقف مع حضرتك هنا. ويلخص كل ما يقرأه ويحتفظ بهذه الأوراق مدى الحياة. عايز أتوقف مع حضرتك عند مسألة أن الأستاذ كان تلميذ أيضا وكان طالب للعلم أبدي. يعني قرأت الكثير من الأساتذة اللي المفروض يعني كانوا بيتتلمذوا على إيده عن مسألة حضوره لمحاضرات في جامعات عدة، وإصراره عن إنه يكون موجود بين الطلبة الشباب علشان يشوف أفكارهم ويتحدث إليهم. الصوت ضاع. حضرتك سامعني يا أستاذ يوسف؟ أيوه، الصوت ضاع شوية، كملي. يعني بسأل حضرتك عن مسألة إن هو كان طالب علم أبدي أيضا، يعني بالنسبة لنا هو الأستاذ لكن كان تلميذ دائما، وكان بيسعى لإنه يكون موجود بين الطلبة الشباب، يقرأ أفكارهم ويستفيد منهم على حد ما قرأت. كان كمان أنا بتكلم مع حضرتك عن يعني إصرار الأسطورة هيكل طول الوقت على مسألة إنه يكون دايما بيعلم ما هو جديد ويتعلم ما هو جديد. بالنسبة لنا هو الأستاذ لكن كان دائما طالبا للعلم. تمام. حتى لحظة عمره الأخيرة كان حتى لحظة هل صوتي واصل؟ يا فندم، سامع حضرتك، سامع حضرتك. حتى لحظة عمره الأخيرة كان يقرأ ويتابع ويتعلم ويدون الملاحظات بشكل غير عادي وبشكل جيد وممتاز. حضرتك كنت موجود معاه في سنواته الأخيرة. كنت موجود معاه باستمرار، وعندما أجريت حواري معه الذي صدر ككتاب ضخم عن تجربة عبد الناصر الثقافية، كنت أقابله على الأقل مرتين كل أسبوع، وهو منظم ودقيق جدا جدا في علاقته بالوقت. كان دائما حاضر وقريب من كل الدوائر السياسية المصرية والعربية والعالمية حتى اللحظات الأخيرة. حتى لحظات عمره الأخيرة
وكان يتابع بدأب وشغف غير عادي كل ما يجري في العالم. ازاي كان يوم الأستاذ في السنين الأخيرة، وازاي كان بيفضل ذهنه حاضر ما شاء الله يعني بكل ما يحدث من تغيرات يمكن كانت متسارعة حوالينا في كل وقت؟ هو كان يبدأ يومه مبكرا جدا، يبدأ بيومه مبكرا جدا، ويبدأ يومه بقراءة الصحف، أهم شيء في حياته، لكن قراءة الصحف ومتابعتها لم تخلو من قراءة الكتب والأعمال الفكرية المهمة والأعمال الأدبية المهمة على مستوى العالم وعلى مستوى الأدب المصري. وهو الذي اكتشف موهبة نجيب محفوظ مبكرا واستكتبه في الأهرام، ونشر له رواياته ابتداء من رواية أولاد حارتنا في جريدة الأهرام كاملة وغيره. صحيح. يعني الشاعر الفلسطيني محمود درويش عندما كان يأتي إلى مصر كان لابد أن يذهب إلى مكتب الأستاذ هيكل. الشاعر الفلسطيني سميح القاسم والروائي الفلسطيني إمير حبيبي، حتى المثقف العربي الكبير خالد عبد الهادي أتى من عمان مخصوص ليحضر غدا احتفالية الأستاذ هيكل، وله كتاب مهم عن الأستاذ محمد حسنين هيكل. الكتاب الأقرب لقلب حضرتك من كتابات الأستاذ؟ خريف الغضب. لأنه أنا مش سامعك. أنا بسمع حضرتك يا فندم بوضوح. لأن خريف الغضب، خريف الغضب يعني طلقة طلعت، يعني كتبه بعد خروجه من السجن عندما حبسه الرئيس الراحل أنور السادات، وكتب الكتاب من قلبه، وكل كتاباته كتبها من قلبه، لكن في هذا الكتاب تجليات أدبية لا توجد إلا في هذا الكتاب العظيم العظيم جدا للأستاذ محمد حسنين هيكل. وأنا معتز بالكتاب لسبب شخصي، والنرجسية جزء من طباع البشر، أنه ذكرني في هذا الكتاب مرتين. يعني بالتأكيد الحديث عن الأستاذ محمد حسنين هيكل وإحنا بنتكلم عن 100 عام من الصحافة، ويمكن أزهى عصور الصحافة المصرية والعربية، بنتكلم عن الأستاذ، وإحنا في غاية الحقيقة من الشرف أنه يكون عندنا هذه القامات المصرية طول الوقت، فالاحتفاء بها والاحتفاء بذكراها شيء قريب لقلوبنا جدا. الأجيال الجديدة من الصحافة حضرتك شايف إزاي ممكن يستفيدوا من رحلة الأستاذ الصحفية؟ بقراءته ودراسته والتمعن في مسيرته والتوقف أمام إنجازاته الصحفية التي قام بها حتى في سنه المتقدم عندما كان شابا وحتى آخر لحظة في حياته. على كل من يريد أن يكون صحفيا أن يبدأ بدراسة هيكل، وأنا لا أؤله هيكل، لكنه تجربة مهمة جدا من الأهمية بمكان لكل شاب أن يقرأ نتاجه الأدبي ونتاجه الصحفي، وأن يتمعن في مسيرته المهمة للغاية التي قام بها بشرف ونزاهة وموضوعية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الكبير يوسف القعيد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.